السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معنا فيديو عن زراعة الجنزبيل زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا الجنزبيل ده جالنا من الأستاذ مسعد الكافور الصديق العزيز، جالنا هدية وطبعا بنزرعه إن شاء الله ربنا يبارك كده ويكون في إنتاج ودعواتكم ان شاء الله رب العالمين. ونشوف مع بعض الفيديو كيفية زراعة الجنزبيل ده الجزء الاولاني ان شاء الله. معانا انا معانا 3 درانات زي ما حضراتكم شايفين كده. الدرن اللي هو الجزء الاخضر ده بتجيب الجنزبيل وتحطه في، طبعا بتخرجه من التلاجة، احنا بنحطه في ويبقى اخضر، بنحطه في قطعة ورق جرايد ونسيبه بيعمل الدرنة دي، وبناخده ونجيب القصيص معانا بنحطه كده بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين الدرنة لفوق، ونحط عليها واحدة واحدة كده بالراحة الطمي بتاعنا او التربة بتاعتنا، اي تربة متاحة موجودة. احنا قلنا نبسط الامور ما نصعبهاش على نفسنا في الزراعة زي ما حضراتكم شايفين. عايز تغطي خالص غطي الدرنة مفيش مشاكل، بس اهم حاجة اتجاهها لفوق. واخدين بال حضراتكم دي كده واحدة عملناها، نيجي على التاني نفس القصة برضو بنعملها، بنحط الدرنة بتاعتنا لفوق ونحط الطمي بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين. ان شاء الله ربنا ييسر الامور ان شاء الله، ونداريها ونيجي على القطعة الثالثة الجزء الأخير نفس الموضوع برضو. موضوع سهل مفهوش أي مشاكل، بنحط الدرنة بتاعتنا ونغطي عليها زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعد كده بنروي قرية. وبعد اسبوع ان شاء الله رب العالمين بنروي تاني، احنا نروي رية واحدة دلوقتي. واهم حاجة نحط الجنزبيل بتاعنا في الشمس، هو محتاج ارض تكون جيدة الصرف اهم شيء. نحط الدرانات بتاعتنا بنسقي رية واحدة، وبعد اسبوع بنسقي على حسب احتياج التربة بتاعتنا. انت بتشوف التربة قدامك محتاجة بتحط لها وبتقنن الري بتاعك. في ناس بتروي بعد بداية الزراعة أول ما بتزرع لحد ما بتبان الدرنات لفوق، أول ما تطلع إن شاء الله بوادر يعني في الأول بتسقي يوميا لحد ما تبان البوادر، وبعد كده بتسقي 3 مرات في الأسبوع. دي بترجع من واحد للتاني حسب الزراعة يعني مفيش مشاكل. المهم عندنا دي أو دي، يعني احنا ممكن نسقي كل يوم لحد ان شاء الله ما البوادر بتاعتنا تبان ان شاء الله رب العالمين، وبعد كده بنسقي حسب احتياج التربة، او ان احنا بنسقي مرة وبعد كده ان شاء الله لما البوادر بتطلع بنسقي. في كلا الحالات كده او كده بنسقي ان شاء الله بعديها كل 3 ايام حسب احتياج التربة. وان شاء الله يكون في فيديو لاحق ونتابع مع بعض ان شاء الله الفيديو القادم. خالص تحياتي لكم عصام الزغبي، واي استفسار تحت امر حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.